دي جي خالد لولو ريماكس. البشر ملايين وش الشياطين بيتعاملوا الصحاب تابين قلوب خاينين ما يتزاملوا. كله كلام في حصري أي كلام على موقع مهرجانات بيجاملوا صحبة الإعدام ما فيش قدام سايبين صاحبهم سايل دم سايل دمه. الشيطان والإنس حبايب والدمار عالشر كتايب والمعاشرة لازمها ضرايب والدماغ شغالة بتروح النفوس من جوه كئيبة والعالم في الغش رهيبة سهلة عادي مش فارقة العيبة والبشر نصها ملوح. الخطر موجود مالوش حدود وبيدمر والأمل مفقود طريق مسدود مش هيعمر. لعنة البشرات تشيل عملات وتتأمر لسه فيها غلابة وسط الولع تتحمر. أمر ليه موجوع بحس بجوع من العشرة الذهب مقبوع ملاقي دروع غير القشرة ضرب في المليان شاتين جدعان بقوم علا عظمة العوجان سائد بلدان على القلة. ليه تملي حزين ما كنت انا زين راضي بحالي قلبت الموازين لوضع التين عيار ناري جريت الايام مع الاحلام وفرقوني شاب بس عجوز اسد محبوس طف عيوني. الشدة مختبر الابطال لو كنت غلدوس استمرار تقدر تسندل على الاشرار طب يلا بينا نضرب بالنار. الرجولة مش بيك انا سير وبت انا هتبقى انت خطير الجدع انا يعني التقدير يعني الوجهة والقلب كبير. خرب يا دنيا خرب عالم قلب ملوش ملكة ماشية ضرب طياب عرض عذاب ومتهلكة. الرجولة بتسيح بقيت ملاكيح خلاص بركة تحضر الاموات تشوف ابطالنا مشاركة. امشي فيها بقلب احنا في كوكب غل يا ريت نسامح بعض حصريا على موقع مهرجانات القريب والغار الغل داخل حار الحياة بالغاز ده احنا كلنا من القار. الدكورة مش باي بقوا ناس تاني ومش هتنفع العيون بصاص وقف حراس وبتلدع قد لاجل المال بقينا بغال وما بنشبع. البشر القذيفة واسمي المفتاري كان غضب قدام يا مجيري قلبي جاي عنيف مشتاري حط على اي وحان جاري الوداع للعالم الفاضي وقف حال كلها مش قاضي دول بشر مع شياطين ماضية ناس كئيبة من جوه وراضية. والحريم سياح على الرجال بمزاجها والبنات شيطاها خلق الزبالة يحرقها في الجمال قمرايا بس في ايد ابندجها الشوخيش عالم حرفيش طبنجاتي وجهة عايزة الخير جوه القلب المماتي. خليت دول وزع كده ابدع في المهنة بلا الامام غناها بكل شياكة ودي الفكرة عادل نعمان احساس وقتال وبيوجع ابو اصلا دجاح هو مجاله في الحتة خلف الحديد خلف الكوبار وحش وعايشة في سجن لومان السكر عم الفرسان يفك نقطه ابو الجدعان كتب كلمتنا الشراني على موقع مهرجانات معروف بالجاني دي جي خالد لولو ريماكس.